بسم الله، شرفنا أخ مغربي عزيز من دولة فرنسا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الميكروفون معاك، حضرتك بقى تقول نعم. اللي أنت عايزه. الله يسلمك. عرفت عننا إزاي؟ تعرفت عن الدكتور محمد هيثمي عن طريق الـ 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 عن طريق الـ الـ الإنترنت. حلو. وعارف عدة أطباء، لكن أنا قلبي اتجه للدكتور محمد لأني رأيت عدة عمليات له، ولذا توكلت على الله واتيت هنا الى مصر، وانا الان موجود مع الدكتور قبل العمليه. اهلا وسهلا. شكرا. حضرتك تتكلم فرنساوي كويس؟ اتكلم اسباني واسباني. طب قول لنا بقى جملتين كده اسباني. او اسباني جو فينغو اكي بور بارا اوبيراسيون بورك جو كونوسيدو الدكتور الهيثمي بور انترنت اورا استو اكي ان اخيبتو اياتا ميرسي جراسيس دويا دي نادا. احنا حالتنا تتقدم من الدرجه الثانيه، ان شاء الله هنشفط الدهون، هنستأصل الغدد. حالتنا شرفنا من اسبانيا. تبقى حاله حلوه. فرنسا هو منع عن اللخبطه وعاش في اسبانيا ومعاه الجنسيه الاسبانيه وجاي لنا من فرنسا، يعني حدوته كبيره كده. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انا من اصل مغربي وكنت عايش في اسبانيا وحوالي 20 سنة، ومن بعد تحولت إلى فرنسا، ولهذا هو أقيم في فرنسا، وأتيت من فرنسا إلى 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 مصر وما لخبطت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الحمد لله خلاص خلصنا الحالة بتاعتنا. شرفنا من فرنسا وعمل تفدي من الدرجة الثانية. أتمنى إن الحالة تكون عجبتكم وأشوفكم على خير.